أنا اليوم في جامع الجزائر والذي يلقبه أهل الجزائر بالجامع الأعظم. تكدر في العين وجه الحياة وكادت تضيع الأماني سدى، وحيث أصارع موج الأسى وجدت حديثك مد اليدا، وجدت حديثك مد اليدا. عليك السلام أيا مصطفى، ودونك روحي وجسمي فدا، فلي منك نور ونفح حبور وطيف سرور ينير المدى، وطيف سرور ينير المدى. وسيرتك العطر تثري الحجى وتحيي النفوس وتروي الصدى، عليك الصلاة عليك السلام نبي الرشاد رسول الهدى.